بينما يغرق المجتمع العربي بدمائه نتيجة لجرائم العنف والقتل التي تحدث على صعيد يومي، جل ما يشغل السلطات الإسرائيلية وأذرعها الأمنية هو ملاحقة الشبان الذين شاركوا في هبة الكرامة قبل سنة وأربعة أشهر، حيث أقدم جهاز الأمن الشباك مؤخرا على اعتقال 7 شبان عرب من مدينة عكا بشبهة اعتدائهم على مواطن يهودي في عكا الجديدة. طبعا هذا الاعتقال بعد ما يقارب أكثر من سنة ونصف، هذا هو واحد ووحيد، هو ردع أهالي عكا وأهل داخل فلسطين من المشاركة في أي نشاط لدعم أهلنا في القدس ودفاع المسجد الأقصى المبارك. طبعا الأهالي يشعرون في استياء عظيم من حجم التضامن الضئيل معهم. ندعو الجميع، الحراكات والشخصيات والقيادات، للتضامن مع أهل المعتقلين والتواجد في المحاكم خاصة في هذه الظروف الصعبة. ومع موجة الاعتقالات هذه يصل مجمل المعتقلين العرب من مدينة عكا وعلى خلفية هبة أيار إلى 33 معتقلا، وجهت حتى الآن لوائح اتهام بحق بعضهم، ويدور الحديث عن شبان خرجوا للتعبير عن غضبهم إزاء ما يتعرض له حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات. وهنالك من بات على قناعة تامة بأن هذه الاعتقالات ليست إلا استمرارا لموجة التحريض التي يتعرض لها المواطنون العرب، وجزءا من مخطط يسعى إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها العرب. سياسة السلطة هي المسؤولة عن كل ما يجري، وكمان مظبوط أنا بشوف إن بيعتقلوا كذا. أنا بديت قد ما هذا مستمرين، أنا بديت أشكك بهذا، بيعتقلوا أولادنا، بدهم مواد للتحريض علينا. عكا كانت ليل نهار ما تنام، عرب ويهود وزوار الليلة عم بيسيئوا سمعة عكا بالصحف العبرية، يا ما حرضوا على عكا، يا ما حرضوا. أما لما عم بيجي هذا السايح لعكا عم بشوف أهل عكا بسامين بيستقبلوه بنبسط. أكثر من 350 لائحة اتهام قدمت تجاه مئات الشبان العرب الذين شاركوا بالاحتجاجات التي عمت البلاد في أيار عام 2021، وما زالت حملة الاعتقالات مستمرة حتى يومنا هذا. وهنا يتساءل المواطن العربي، لماذا لا نرى هذه القبضة الحديدية والاعتقالات المكثفة ولوائح الاتهام للمجرمين والقتلة الذين ينفذون جرائمهم بكل أريحية ودون خوف من المحاسبة والعقاب؟